تنميل الأطراف، واللي بيواجه 70% من الناس إن بيحصل لهم تنميل في إيديهم أو أقدامهم، وأحيانا ممكن يشعر الفرد بوغز في طرفي الجسم. لكن ليها أسباب كتيرة، ومنها زي التدخين أو شرب الكحولات أو نقص في فيتامين B12 أو نقص في إفرازات الغدة الدرقية، أو ممكن يكون الأدوية ممكن تسبب تنميل في الإيدين والقدمين، أو وجود فقر الدم الناقص عن الحديد في الجسم. أعراضها ممكن يكون صداع حاد أو تنميل شديد أو عدم القدرة على المشي أو الإغماء من فترة لأخرى. إن لاحظت أي الأعراض دي فيك حاول تروح لطبيب في أقرب وقت. أما الأعراض الخفيفة ومنها زي التنميل أو إنك مش حاسس برجليك أو إيديك، وده بيتطلب إنك تعمل تحليل صورة دم كاملة، وبعد كده تعمل فحص الفيتامينات في جسمك وفحص هرمون الغدة الدرقية. لكن في المنزل تقدر تعمل على تخفيف من التنميل الإيدين والرجلين. حاول إنك تتجنب الجلوس لفترة طويلة، وحاول تعمل تدليك مستمر علشان تنشط الدورة الدموية في المنطقة اللي فيها تخدر. ممارسة التمرينات الرياضية هتساعدك في تحسن وتدفق الدم للمنطقة المصابة. حاول تتجنب الكحولات وتتجنب الكافيين تماما، اللي هو بيعمل على تظبيط نشاط الدورة الدموية، وانك تاكل الأطعمة اللي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم. وخلي بالك، اول طريقة للشفاء هي التغذية السليمة. التغذية السليمة بعد كده لو انت مصاب بمرض السمنة حاول تعمل على انقاص الوزن، في اعشاب بتخلصك من تنميل الايدين والقدمين زي الكركم والقرفة والملح الانجليزي، دول بيساعدهم على رفع مستويات المغنيسيوم في الجسم وبيحسن الدورة الدموية.